وقفة ومسيرة للاحتجاج والتنديد بأجواء ترهيب رجال التعليم الذي مس مجموعة من رجال التعليم على الصعيد الوطني، وكان آخر هذه الاعتداءات الترهيبية الاعتداء على أستاذتين في قرية عثمان. هذه اليوم لم تأتي وريدة اللحظة، فجاءت نتيجة اعتداءات متكررة تتعرض لها نساء ورجال التعليم داخل الإقليم وداخل مدينة المعذور أو داخل الوطن بأكمله. أولا الاعتداءات اللي كيتعرضوا للأساتذة في الفرقانة، كاين شي أستاذ ديال شي أستاذات ديال السنين مازال ما بانش حاليا، ولا علاش كانت الفرقة جوج ديال الأستاذات كانت المحاولة ديال الاختطاف ديالهم في القرية. هذا الجانب الأول، إذا كان كنطالبوا بتحقيق الأمن والحماية للمدرس سواء كان ذكرا أو أنثى. الوحيد لمثل هذا السلوك هو العودة إلى الاعتبار، إلى اعتبار رجل التعليم وامرأة التعليم، رد الاعتبار المدرسة العمومية ورفع شأن هذه المهمة النبيلة السامية للمجتمع. نوجهها للجهاز الأمني بالإقليم، للعمالة، للوطن بأكمله. فأصبحت كرامة رجل وامرأة التعليم مهانة، فنعود نشتغل في أمان. فهناك اعتداءات متكررة، فخرجتنا اليوم جاءت نتيجة اعتداء وحشي، محاولة اختطاف لأستاذتين بقرية أركمان وهما في طريقهما للعمل. آن الأوان لهذه الحكومة التي نعتبرها مجموعة من الموظفين السامين أن تقول الكلمة الفصل، يا إما أن تدافع عن رجال ونساء التعليم لأنهم موظفيها، يا إما أن تحل نفسها وتذهب إلى حال السبيل، لأنه لا يمكن أن يستمر رجل وامرأة التعليم في عيش تحت رعب الاختطاف وتحت رعب الاعتداءات الجسدية كما حدث لخديجة الشايب شجوة. تم الاعتداء على أستاذتين في مجموعة مدارس جمال الدين الأفغاني، تم الاعتداء على الأساتذة إعدادية الخوارزمي، والاعتداء الآخر مارتيكا، والاعتداء الآخر ما هو إلا تتويج ولن يكون هو النهاية. لماذا؟ لأن هناك آذان لا تسمع وعيون لا تبصر. هؤلاء الذين وليناهم على شؤوننا وعلى شؤون أمرنا يكتفون كيتفرجوا علينا، لأن التعليم بالنسبة لهم غصة في العرق، ردونا مهزلة. نقول لهم ولأمثالهم والدرك والأمن والمسؤولين في العمالة، وقولوا للعميل الجديد إياك السيد العامل ثم إياك أن تسمع وتخضع للذين بجانبك، فهم سبب البلاء في هذا الإقليم.